يلا بينا ننزل الأول بالشعرية. أنا الرز بالشعرية بالنسبة لي، وهي أذواق طبعا، هي كلها أذواق، ذوقي في الرز اللي بالشعرية شعريته زيادة سنة ومش فاتحة ومش غامقة محروقة، ولكن إلى حد ما هتلاقوها يعني أنا عاملة حساب إن هي هتفتح بعد السوا، فبغمقها سنة صغيرة علشان ابقى عارفه ان هي هتديني لون مظبوط. لكن لو انا من الاول اديتها تشويحه بسيطه كده ويا دوب اخدت لون فاتح، بتفتحها اكتر فبتكون مبيضيه كده شويه وطريه شويه، وده مش ذوقي في الرز بالشعريه. طبعا عشان نعمل رز بالشعريه هنبقى محتاجين رز مصري وشعريه. تعالوا نقول المقادير. عايزين نص كيلو من الرز المصري، وعايزين كيس شعرية محمرة، طبعا الكيس ده ممكن يبقى كوباية كوباية ونص، نص كوباية على حسب الذوق، وعايزين سمنة وملح وفلفل اسود فقط. مش من عاداتي مع الرز بالشعرية ان انا احط له مثلا مرقة اني انكهه باي حاجة، ساعات بحط فلفل اسود وساعات ما بحطش، بسيبه كده زي ما هو، ما ببقاش عايزة منه اي نكهة الا نكهة السمنة. احنا اتربينا على كده، الرز بالشعرية الحلو بسمنة حلوة. طبعا كان متوفر دايما وكان موجود دايما في بيوتنا السمنه البلدي، فلو متاح سمنه بلدي بنشتغل بالسمنه البلدي، وده بقى احلى شويه رز، احلى معلقتين ثلاثه من الرز كده تاكليهم بالسمنه البلدي المصري بتاعتنا الفلاحي الجميله دي. وبس كده، تعالوا ننزل بقى بالرز. احنا كده تمام. اللي انا عملته ايه؟ بس سخنت السمنه والزيت مع الشعريه، وعايزه بقى اسخن الرز. نخلي بقى الرزاية بتاعتنا تسخن كده. انا كده حطيت بس المية زي ما بقول لكم، حبة ملح وفلفل، وساعات حتى ما بحطش فلفل اسود، وبنسيبه بقى زي ما احنا شايفين كده لحد ما يتشرب سنة صغيرة، دقيقتين ثلاثة، مش يتشرب خالص لا، انا بس دقيقتين ثلاثة يغلي ويتشرب سنة، ونوطي عليه ونسيبه تلت ساعة ملناش دعوة بيه، بعدين نفتح نقلب ونشوف ايه الاخبار. وارد يحتاج بق مية ولا حاجة، مفيش مشكلة. عندي لحمة مكعبات، يا سلام لو اللحمة دي ضاني، يا سلام لو اللحمة دي مثلا عكاوي، العكاوي اللي هي العكوة اللي هي الديل، لو حد برضو بيتفرج علينا مش عارف ايه هي العكاوي، او اللحمة الضاني، لحمة ضاني، رقبة ضاني مثلا، شقف ضاني صغيرة كده ولذيذة، هتبقى حلوة قوي. مالناش في الضاني ومالناش في العكاوي، هنروح للموزة الكندوز، من القطعيات الجميله جدا جدا في الباميه، من الحاجات الهايله. الكندوز من القطعيات اللي تمشي معاكي في الباميه جدا، اللي هي الموزه. وعندك قشره اللوح برضو بتبقى جميله قوي، ودي فيها يا دوب العرق زي ما بقول لكم دايما عليها، قطعيه جميله جدا فيها عرق جيلاتيني في النص واحد بس. في ناس كتير قوي بتعلق على ان الموزه ما بيحبوهاش علشان معرقة كتير وفيها جيلاتين كتير جدا، هي ما بتبقاش دهون، هي بتبقى جيلاتين. فنحاول ان احنا ننقي حتة موزة حلوة كده، او نجيب قشرة اللوح بتبقى ممتازة. مالناش في الكلام ده كله وعايزينها حمرة، يبقى هنشتغل بالكولاطة، هتبقى حمرة خالص تماما، ما فيهاش ولا نقطة دهون ولا جيلاتين. عايزة بقى فيها دهون هتروحي للسن، هيبقى فيها دهون ما فيهاش جيلاتين. فكده اديتك كل الاختيارات عشان تعملي باميه حلوه، ولكن يعني احلى احلى باميه بصراحه اللي هتبقى بقشره اللوح او بالموزه او بشقف الضاني او بالرقبه الضاني، يعني في حاجات كتيره قوي يا جماعه في الكلام ده. يلا بينا. يبقى عندنا كده اللحمه المكعبات بتاعتنا زي ما اتكلمنا كده على انواعها، هنسلقها، نسلقها سلقه حلوه، ونشتغل بقى بنص كيلو باميه فريش حلوه كده، ننقيها صغيره او متوسطه. عايزين ربع كوباية من الكزبرة المفرومة، بصلة مفرومة، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة فلفل حراق، عندي فلفل حراق صحيح أو متقطع زي ما تحبوا، عصير طماطم كوبايتين مثلا، ومعلقتين كبار من الصلصة، كزبرة جافة، ملح وفلفل أسود. حاجة من الحاجات اللذيذة واللطيفة جدا اللي بنعملها بصراحة في المطبخ المصري. تعالوا ننقل الرز على نار اهدى. حطيت دلوقتي البصل وحطيت السمنه، وهبتدي ايه اصفرها كده. عندي اللحمه المسلوقه، يلا بينا. انا باخدها طالما البصلايه عندي زي ما احنا شايفين كده متخرطه شويه خشن، لو انت عايزه تبشريها بشريها، الاثنين تمام جدا. انا عن نفسي يعني بحب الناعمه كمان اكتر، ولكن دي كده زي الفل. ننزل باللحمة المسلوقة. اللحمة لما تيجي تسلقيها بقى
بتشوحيها الاول في برضو ايه في حته سمنه صغيره في زبده وزيت، تشوحيها يعني بس يستحسن سمنه. وانتي بتشوحيها كده بتقومي حاطه البصلايه وفصين الثوم والجزرايه وورق اللورة، فص حبهان، شويه فلفل اسود، وشوح شوح 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 كويس قوي كده مع البصل والثوم والفلفل الاسود. وما بحبش احط عود القرفه ده خالص علشان ما يخليليش الشوربه ريحتها قرفه، لانه احنا اكلنا ما فيهوش قرفه، يعني انا لو كلت باميه ريحتها قرفه هبقى متضايقه جدا. فبس بنحط الاساسيات بتاعتنا اللي احنا بنحطها، سواء ورق لورا، حبهان، ما فيش مستكه ما بنحطهاش مع اللحمه، وهكذا. ونقلب نقلب نقلب، وننزل بعد كده بعد ما تتشوح بشويه ميه مغليه، ونسيبها تستوي لمده قد ايه بقى؟ تسويها لمده ساعه، ساعه وربع، مش اقل من كده ابدا. نحط قرن الفلفل وننزل بالباميه نشوح، يلا بينا. طبعا الباميه احنا قمعناها خلاص، فايه قمعناها وغسلناها، نديها بقى التشويحة. من الحاجات المهمة جدا ان احنا نشوح البامية، وان احنا ننقي البامية على ذوقنا، هي كده وقرن الفلفل. نشوح 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 كويس بالشكل ده، نديها تشويحة حلوة كده مع اللحمة المسلوقة. طبعا احنا شايلين المرقة اللي سلقنا فيها اللحمة، هنشيل منها شوية. لو انت مثلا عايز تعملي شوربة، طبق شوربة، تشيلي شوية تعملي شوربة لسان عصفور مثلا، او تشيليها في الفريزر، والباقي تقومي واخداه علشان هنستخدمها، عشان دي مهمة جدا في الطبخة بتاعتنا. بنشوح البامية كويس، واهتمي بالتشويح كده لمدة دقيقتين ثلاثة، يفرق معانا في الطعم بشكل كبير. وقرن الفلفل مهم. الطشه بتاعتنا اللي بنعملها في الاخر بتبقى تومه بكزبره، تمام؟ عندي هنا توم وكزبره، ممكن يبقى توم وكزبره وكزبره خضراء، والكزبره الخضراء دي مش تكه مصريه خالص، دي تكه شاميه. الكزبره الخضراء دي مش معانا في الطشه كمصري، يعني كتكه مصري، ولكن بتعلي التيست جدا. فانا واخداها منين بقى؟ واخداها من المطبخ الشامي. المطبخ الشامي، الشوام، سوريين، فلسطينيين واللبنانيين وكده، لما يعملوا طاجن البامية يعملوا له طشة فيها طشة كزبرة خضراء. فطشة الكزبرة الخضراء بتاعتنا دي هتبقى توم بكزبرة عادي ومعاه الكزبرة الخضراء. عندي دلوقتي التوم، سوري، الطماطم والصلصة، يلا بينا. هننزل بالطماطم كده والشوربة اللي هي المرقة، يعني مرقة سلق اللحمة كده اهو، ونشوف ايه الاخبار. هنحط صلصة بقى قد ايه دلوقتي كده، محتاجين هما المعلقتين اللي احنا قايلين عليهم، نوع صلصة حلو يظبط معاك اللون، عشان انواع الصلصة الغامقة بتبقى سبب كبير في ان الصوص يبقى لونه متغير او طعمه متغير. دايما تنقوا نوع صلصه حلو يكون لونه فريش كده. الصلصه الغامقه مشكله كبيره جدا جدا في انواع كتير في مصر، لكن كل ما الصلصه كانت حمراء كده وفاتحه وجميله كل ما كانت حلوه. الباميه على النار بتغلي، اوكي، حط بقى كزبره كتير كده وتوم، وممكن فلفل اخضر سنه صغيره، فلفل اخضر حامي سنه صغيره، لو انتوا بتحبوا الباميه حاميه سنه يعني. وبعدين ايه، ندقهم. تعال بس نحط شويه ملح عشان يدق كويس. انا اصلي الحاجه المتخرطه دي ما بتحسسنيش انه الطعم بتاع الهرس تمام. الطعم بتاع الهرس والدق ليه نكهه، مش فكره بس، لا، الدق مختلف، الهون مختلف. فانا ايه بحاول بس اعمل كده، وكزبره كتير سنه. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه، احنا على فكره زمان، مش فاكره قوي ان احنا كنا زمان بنعمل طشه للباميه، يعني مش من الحاجات اللي كنا زمان متعودين عليها، ولكن
انا مؤخرا مؤخرا ده يعني تقريبا من 10 سنين بقيت بعمل لها الطشه، لما دقتها بطشه وكانت عجباني قوي. اوكي، ولكن لسه بحب ان انا احط لها معلقه الثوم بالكزبره النيه. ممكن نستكفى بكده بس، تستكفي بيها بتبقى طعمها خطير. بس انا بقيت بقسم كميه الثوم بالكزبره بتاعتي على مرتين، فاعمل كده. بصوا الباميه اهي، الباميه بتغلي، حاضر، على النار عادي، واقوم نازله بمعلقه تومه بكزبره كده بحبه فلفل، وايه تبقى نيه. النيه دي والله ريحتها وطعمها مميز جدا جدا في الباميه. بعد ما بنغلي الباميه وحطيت لها خلاص التومه بالكزبره، وبنغليها غلوه كده حلوه على النار، يعني تاخد لها حوالي 5 دقائق على النار. بنسخن الطاجن، بيبقى الطاجن بتاعك سخن والفرن سخن، وانا بحط الطواجن بتاعتي تسخن في الفرن الاول، وبعدين بقوم واخده الباميه اللي على النار، ونعمل كده بقى نحطها في الطاجن السخن، وبعدين ندخلها على الفرن تكمل سوا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى بتغلي ازاي، مفيش بقى الفقره بتاعه الطاجن بارد وساقع وكده. تمام، يلا قرب ما خلاص هي استوت وكده نجهز الطشة، وعند التقديم نحط الطشة فوق الوش. ضروري ده عشان ياخد لون. أيوة جدا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ده لسه بيغلي كأنه في الفرن. في الفاصل هنزله تحت شوية، هو كده في النص هنزله، تحطيه على اول رف خالص تحت قرب الصاجه. الرز على النار، تعالوا نبص عليه عشان عدى وقت ممكن نفتح عليه عادي ونقلبه اهو. نديله بقى تقليبه حلوه كده، ريحه الرز خطيره خطيره. بنفتح على الرز وبنديله تقليبه، بيبقى محتاج ان هو مكان البخار اللي طلع ده نديله برضو ايه 3 4 معالق 5 معالق ميه كده، تاتش ميه كده بسيط، ونقفل وخلاص كده مالناش دعوه بيه بقى تاني. هيبقى استوى يعني قدامه 5 دقائق ونقفل عليه. عايزين نعمل شويه بتنجان مخلل. لو انتوا بالنسبه لكم الباميه مهمه، فالباميه يعني من اهميتها ان هي يبقى جنبها شويه بتنجان مخللين حلوين كده. نقول مقادير، عندي بتنجان عروس وهنقليه، وهنستخدم برضو الفلفل الرومي او الفلفل الحراق برضو هنقليه. عندنا بقى 5 فصوص ثوم، فلفل حراق مفروم، عندي كزبره مفرومه، طماطميه مبشوره، ربع كوبايه عصير ليمون، عندي كمان ربع كوبايه خل، كمون، فلفل اسود وملح. دي الخلطه، خلطه طبعا سهله وتقليديه وقديمه وعريقه جدا، خلطه البتنجان دي. يلا بينا. خلونا نجيب الهون ده. هنحط الثوم كده مع الكمون مع الملح ورشة فلفل، وممكن تحطوا كمان رشة كزبرة خضر ناشفة كده، حبة فلفل اسود صغيرين، ما بنحطش فلفل اسود كبير كتير. وايه نهرس كده الكمون مع الثوم بالشكل ده. عندنا حلين لموضوع القلية ده. لو انتوا مش عايزين تقلوا البتنجان ممكن تسلقوه، لان في طريقة مسلوق، وممكن تسلقيه ولما تسلقيه تاخديه تشوحيه في شوية زيت قليلين قوي، ما بيشربش زيت قوي زي المقلي، يعني حبة زيت كده تديله الريحة بتاعة المقلي وهو مش مقلي. او لو انت عندك اير فراير او فرن تعملي نفس العمله دي في الاير فراير او في الفرن، فبعد ما تسلقي تقومي دهناه زيت ودخليه الفرن كده ياخد ايه ريحه المقلي شويه، لان بصراحه هو المقلي طعمه احلى، ولكن الاخف والالطف هو المسلوق، والميكس ما بين الاثنين ده لذيذ جدا. ننزل بقى بالفلفل كده. حطيت الطماطم المبشوره والفلفل، وهحط عصير الليمون، وكده بعمل الدقه بتاعه البتنجان، عصير الليمون والخل.
وعايزه كمان احط الكزبره الخضر كده. دي خلطه البتنجان اللي انا ما بغيرهاش، الخلطه بتاعتي دي، وايه احط كده في البتنجان زي ما احنا شايفين، ونسقي كده بالميه بتاعت البتنجان دي. الكلام ده بيحتاج حوالي ساعه واحده بس. يا عيني يا عيني، بسم الله الرحمن الرحيم. واخدين بالكم بقى من الطشه؟ تومه بكزبره كاننا بنعمل للملوخيه، بس انا حاطه فيها فلفل اخضر وسمنه طبعا. نعمل كده، اللي عايز فلفل حامي ازيد تمام، كله زي الفل. اللي عايز يحط مرقه مثلا مكعبات يحط بقى قبل ما ندخل الفرن، عشان ما حطيتش مرقه. اللي عايز يحط مرقه يحط. ما بنحطش بقى الكزبره الخضراء بدري، يعني اول ما احس كده انها ابتدت خلاص تشكشك وكله بقى زي الفل وابتدت تاخد لون والحركات بتاعه الطشه، بعمل كده، انزل بقى ايه بشويه الكزبره الخضراء واكمل. دي ليها شهقة؟ لا ملهاش شهقة، بس انا بشهق عند اي طشه. هي ملهاش، احنا الملوخيه بس هي اللي ليها الشهقه، بس انا بعمل الواجب بالظبط مع اي حاجه. يلا بينا. بس بجد حبه الكزبره الخضراء دول بيردوا بقى على الكزبره الناشفه اللي احنا حاطينها، فالموضوع بيبقى ايه بقى، واو. بس قرب الغدا كده تبقي خلاص هتحطيها على السفره، تقومي عامله الطشه دي سريعه كده وتقومي حطاها على الوش، بتبقى شغل عالي. يلا جاهزين؟ يلا بينا. ما عملتش تش طبعا عشان ما عملناش كده. نعمل كده وكده، ويا سلام يا سلام. حاجة يعني بجد تستاهل كلام كتير جدا. يلا بينا ناخد بقى البامية بتاعتنا. احنا هنحطها ازاي؟ ناخد لها حاجة نحطها عليها كده هنا. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، والرز، يلا نغرف الرز. شويه رز بشعريه بقى عشان نكمل الهابي ميل بتاعتنا. هي دي الهابي ميل، دي الوجبات المفرحه، مش تقولولي اي حاجه تانية. وبعدين لو الرز مش بيطلع دخان كده، لا ما بقاش انا. ما بقاش انا. ايوه شفتوا بقى الشعريه كتير اهي، ما بقتش باينه كتير ولا حاجه، ولكن بتبقى او باينه كتير، لا باينه كتير، بس هو دي النسبه والتناسب بتوعي. وريحه الشعريه بصراحه وفلفله الشعريه كده